السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذه الحلقه ان شاء الله غادي نشارك معكم كيفاش كنقوم باضافه ماخذ الطيار او بريز الكتريك لتشغيل اجهزه الخاصه بالمطبخ، على سبيل المثال الطراب او مولينكس او ما شابه ذلك. كيف ما كتشاهدوا هذا المطبخ اخواني فقط فيه بريز واحد لا غير، لذلك غادي نقوم باستبدال واحد المفتاح ونقوم بالتركيب في مكانه انتريبتور افيك بريز. الخطوه الاولى اللي كنقوم بها ديما هي كنقطع التيار الكهربائي بصفه نهائيه عن المنزل وكنشتغل بكل سلامه وامان. هذه النقطه ديما كنوصي عليها وكنأكد عليها. بعد داك الشيء غادي نمشيو نحلوا هذه الساروت هذه، وغادي نشاهدوا ان هناك وفره في الاسلاك وكثره في الاسلاك. اول شيء غادي نقوم اخواني غادي ناخذ البانس وغادي نبدا نقطع هذا الروتور المتوجه الى المصباح باللون الاسود، وهذا الفاز هكا وما غاديش نخلي هاد السلوك هكا بهذا الشكل هذا. غادي نعاود التوضيب ديال هاد الاسلاك حتى يكون المظهر ديالهم جميل، وكذلك يتركوا لي واحد الفراغ فين نقوم بتركيب الانتري ليبتور مع البريز ديالي. غادي نقوم بقطع هاد النوادر هما الاولين بهذه الطريقه هذه، وغادي نبدا نقطع هاد الاسلاك هادو بشكل مستقيم وبقياس واحد فقط ثلاثه. غادي نقوم بالقطع ديالهم، والرابع غادي نقوم بالفتح ديالو بهذا الشكل هذا، وغادي نقوم بتلفيف هذه الاسلاك في هذا المكان هذا، باش بهكا غادي يخليو لي واحد الفراغ فين نستطع انني نركب المفتاح والبريز ديالي. بعد ما انتهيت من تلفيف اسلاك النتر غادي ناخذ الشريط اللاصق وغادي نبدا نقوم بالتلفيف ديالو بشكل جيد على الاسلاك جيد بهذه الطريقه هذه. اذا لاحظوا هذا الشكل هذا ماشي بحال كيف كانوا سلوكا في الاول، كذلك مع الفاز الفاز باللون الاحمر او سلك الطور. غادي نقوم بنفس العمليه اللي قمت بها مع النواتر، وبهكا غادي نستطع انني ندخل البريز ديالي مع المفتاح بطريقه سهله وبسيطه بلا ما نبدا كندفع في الساروت بالجهد. غادي نبدا نثبت هذا السلوك هذا على هذا الفاز هذا بهذا الشكل هذا. بعد ما ثبتو بالباس غادي نبدا نلف عليه الشريط اللاصق بنفس الطريقه اللي قمنا بها مع النتر او مع سلك المحايد، كذلك الروتور المتوجه الى المصباح باللون الاسود. دابا غادي نجيب ساروتو بريز ديالي اللي هذا هو الشكل ديالها، وبهكا غادي نستطع انني نحصل على واحد البريز اللي نستعملو للتراب او يعني المولينكس على سبيل المثال. بهكا غادي عوض يكون عندي الساروت غادي يصبح عندي حتى البريز بجنب الساروت بلا ما نحفر بلا ما نهرس لا جليج لا والو. غادي ناخذ واحد القطعه وغادي نقوم بالربط بين المفتاح مع البريز بهذا الشكل هذا، ونجيب الفاز المغذي اللي كيجيب لي الضو من الطابلو بهذه الطريقه هذه، ونبدا تنثبت فيه بمفك البراغي، ثم نقوم كذلك بتركيب القطعه اللي شاهدنا في الاول في هذا المكان هذا، ونبدا نثبتها كذلك بمفك البراغي او بالتورنيفيس بهذا الشكل هذا. اذا الفاز انتهينا منه، ودابا غادي نقوم بتركيب الروتور المتوجه الى المصباح في وسط المفتاح، وديما انا كنشتغل وانا قاطع لي التيار الكهربائي، وكذلك غادي نجيب النتر ونركبها في البريز، وبهكا غادي نكون انتهيت وحصلت على بريز اضافي بعد ما كان عندي بريز واحد في هذه الكوزينه هذه. ممكن لي نستعملو لعده اغراض منها المولينكس او التراب اي الخلاط الكهربائي، وهناك عده اجهزه اخرى. اذا الان غادي نقوم بادخال هذه الاسلاك هذو في داخل العلبه، وغادي نبدا بتثبيت المفتاح ديالي والبريز. بعد ما كان عندي مفتاح اصبح عندي مفتاح وبريز، كيف ما خبرتكم يمكننا نستعمله لعده اجهزه اللي كنحتاجوها في المطبخ. بعد الانتهاء من التثبيت غادي نقوم الان بالتوجه لتشغيل الدارة الكهربائيه من الديجنكتور اللي قمت بالفصل ديال التيار منه، وهقد قمنا بتشغيل التيار. دابا غادي نقوم باختبار المصباح عن طريق الضغط على المفتاح. اذا بسم الله نقوم بالضغط وهقد اشتغل المصباح، كما اننا سنقوم باختبار البريز التي قمنا باضافته عن طريق هذا الخلاط او هذا الطحان. اذا لاحظوا كذلك البريز يشتغل. اذا احبابي في الله، هذه هي طريقة اضافة بريز بدون تكسير لا الزليج ولا حفر للسيراميك، فقط عن طريق استبدال الانتري ليبتور سامبل بانتري ليبتور افيك بريز. كان هذا كل شيء احبابي في الله. ان اعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك، وادعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لتتوصلوا بكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.